وكما عون وهران ونشوف كون مباراة الوصول للمباراة النهائية. ولا ننسى جمهور الجزائر الشقيق اللي بشكل دقيق في كل لقاء. لا مصر مصر يلعب الكرة، يطلع عادل عشان يمنع الخطورة، عايز يشوط من بعيد، يشوط من بعيد والطيار من جديد في اول الكرات بالتحديد. كيريف يرجع مرة تانية، عايز يعدي، عدي كويس المرة دي ورامية جزائية. يطلع احمر، عملوا نتيجة ايجابية قوي. يهاوش احمد الاحمر، يلعب الكرة ولكن يتصدى الحارس، رجع له مرة تانية ولكن ياخد رمية حرة. 41 دقيقة 41 ثانية، مرة تانية خيري لا يحب غس، ينهي عباراته فاول مهاجم. مرة تانية علي زين يلعب الكرة في الجناح، يجري اكرم يسري في انفراد تام وبنجاح، استلم الكرة كويس قوي. ادي فيصل يلعب الكرة لعلي، جملة ثلاثية رائعة في تمريرة سريعة من الجناح، عايز يعدي يقف قدام المصري، يلعب الكرة على الدايرة، عايز يقفل على السرعة لمنتخب مصر، يلعب كرة خيري في جملة سريعة. يا ولد يا مصر، عايز يعدي ميليدينو، يلعب الكرة في الباك اليمين، يدي انذار الطاقم الدولي الجزائري محمد، وهاب الكرة ايجور ثاني الالعاب، تتغير الامور، تقع الكرة من ايديه. اعتقد كمان في عقوبة لمنع السرعة، هنشوف قرار الحكمين. الهدف عملها كويس قوي من اعلى نقطه، توماس لاف يلعب في تينيكس المخدوني، هذا اللاعب توماس لاف يورجونيسكي 23 سنه، عملها كويس قوي من اعلى نقطه، احرز في الباك اليمين. خيري يلعب الكوره حلوه قوي، احمد القائد عنده الفوائد، بيلا بالمروحه كده، بص حضراتكم يلف دراعه ازاي يا ولد، هايل عمل مروحة رائعة قوي، ياخد معاه المدافع بالمهارة، هيشوط على الحارس فاسيل جوجوف ويحرز في الزاوية الأرضية الشمال، عملها كويس قوي. عايز يعدي يلعب الكرة من الثبات قوية، هو عامل الكرة مدروسة معروفة، هيعمل ايه بيتر اتنيفسكي، دقيقتين دافع بقوة على أحمد الأحمر في الكور اللي فات. مرة تانية خيري يلعب الكرة لأكرم يسري، أحمد الأحمر عايز يعدي، يا سلام اختراق تمام الأحمر الناري، خد اللاعب وعدى في اختراق غالي ويحرز الهدف تحت رجل. عايز يعدي إيجور، يشوط من الثبات قوي قوي ولكن تيجي في العارضة، تروح للطيار، يلعب الكرة لأحمد الأحمر، يلعب الكرة حلوة قوي، يتصدى، خد الكرة من الزاوية صفر، لعب الكرة في الزاوية اتنقل علي زين، يلعب الكرة الخيري في الباك الشمالي اللي يقدر يمر خيري، مقدر يعدي خيري، يتصدى الحارس، عدى كويس قوي خيري، عايز يعدي، ما عندوش حلول، خيري يلعب الكرة حلوة قوي على الدائرة ويتصدى الحارس، متروفسكي طبعا الحارس الأساسي، يشوط الكرة توماس لاف الباك اليمين خط خلفي. مرة تانية عايز يعدي خيري، يلعب الكرة حلوة قوي لأكرم يسري، حلوة قوي ولكن يتصدى الحارس، الأداء يروق يعني، كل واحد أعتقد ما بين الشوطين طبعا كندرية اللي ترابها زعفراني. مرة تانية تروح الكرة في الجناح، يلعب الكرة اليمين ويحرز نينادا كوستيسكي لاعب يورو فارما بليستي، حسن وليد نزل عمصوه الباك الشمال، عايز يعدي احمد الاحمر، يعدي كويس قوي القائد عنده الفوائد، يا سلام على الخداع باستمتاع. تانية لازاروفي عايز يلعب الكره على الدايره، يسيب الكره حلوه قوي، استلامها كويس من على الدايره، بص حضراتكم استلام ده كوستين بيتروف 19، نكتمل بعد 5 ثواني، سيف يلعب الكره حلوه قوي العادل، بص هنا الثنائيه ولكن الحارس يشوط الكره، احمد الاحمر يهوش اول مره ويهوش تاني مره ويحرز في ثالث مره، ادي اول مره هاوش وادي الثانيه هاوش، ووقف خلاص الحارس، لعب الكوره في الزاويه الارضيه الشمال صعبه. مره ثانيه عايز يعدي، يلعب الكوره على الدايره، لمس خط ال 6 متر، تروح على طول
يقف قدامه خالص عشان ما يمنع دخول الهجوم. هايل سيف يقف مره ثانيه ولكن رميه جزائيه ترجع مره ثانيه. مارتين سيمروف يلعب الكوره، ايجور تقاطع الخط الخلفي عايز يعدي صانع الالعاب يتصدى التيار. صناع العاب ايفان دينوف احرز 13 هدف من رميه جزائيه، مباراه فرديه، هو والتيار، هو والتيار، ما فيش هزار هنا التيار، ما فيش هزار، شكرا لك يا طيار. احمد الاحمر يعدي تقاطع الخط الخلفي، الدح بنجاح، اللول يعدي ويخترق الكل. التميز لرجال المحروسة على حساب مقدونيا. عايز يعدي مارتين، يلعب الكرة من الباك للباك، شرب اللعب السلبي. يا سلام يا قائد، يا اللي ايدك فواعد يا ولد. يمين جشمال اهو، تعالى هنا هنا عندنا احمد الاحمر. يلعب الكره مارتين، يا سلام يا سلام يا عبد الرحمن، يقطع الكره حلوه قوي، يجري بكار من الجناح الشمال، ما فيش هزار، رعيته عاليه، كوره غاليه تروح في الجناح مره تانية مع الطيار قوم الجناح. ادي عبد الرحمن رائع التغطيه الدفاعيه مع نقص العدد، قطع الكره، عمل خطوره، افاد كتير، افاد في ايه؟ مره تانية تمرير ماركو ميتيف، يلعب الكوره ايجور عايز يعدي ايفان، ياخد مصر حسن وليد يلعب الكوره، يقابله ايفان لغايه بره كده نيناد كوستيسكي، هو ساب الكوره خالص وعايز يقطع الكوره طبعا، عايز يعدي، يلعب الكوره كويس قوي احمد الاحمر، حسن وليد يلعب الكوره في الجناح، يقدر يضيف جديد من الجناح اليمين، هايله يا اكرم هايله. هنا بقى اللي قلت لحضراتكم عليه لسه في الكره اللي فاتت، اول ما احمد الاحمر سيف يعدي هايله زي السيف، سيف الدرب ويحرز الهدف 13-9. سيف يتصدى التيار، يكلل ويجري مره تانية بكار من الجناح الشمال ويطير طير ويعمل التغيير لصالح مؤدي. سيف يا ولد احد اللاعبين اللي حص مع شباب المحروسه، بكار هو الاخر بدا مره تانية، عايز يعدي يلعب الكره على الدايره تروح للطيار اللي يلعب الكره لاكرم يسري، يجري اكرم يسري، اكرم يسري بدا المشوار من نادي لوبس ومنتقل لنادي الزمالك، نزل مره تانية على مستوى صانع الالعاب، بدا يقفل الدفاع، يجري منتخب مصر، يروح مره تانية سيف، عايز يعدي كالسيف، يشوط كالسيف، سيف سيف رائعه، لا انسى له السيف، لا انسى له سيف. مباراة مقدونيا لما لعب في الجنة في اخر بطولة عالم مرة تانية، عايز يعدي ايفان، عايز يمر، يقف قدامه كويس قوي المصري، يعمل تغطية دفاعية ولكن يلعب الكرة يحرز الهدف، او استلم الكرة تحت ضغط دفاع كويس ولاعب دايرة قوي مرة تانية. احمد الاحمر عايز يعدي، يا سلام يا سلام على الجملة التكتيكية والتناغم والفاعلية، ولكن توميسلاف وقف قدامه الدفاع، توميسلاف عايز يشوط من الثبات، يراقب المصري، يلعب الكرة على الدايرة، يلعب الكرة ولكن هناك هناك يا سالكس عالي قوي، أو استلم الكرة تحت ضغط دفاع يا ولد، طلع له هاجم المهاجم، هنا المثير والممتع، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. كان سيف الدرع اللي تميز في الأسيست الناجح والتهديف الناجح، عمل فعالية هو هذا اللاعب. يلعب الكرة من الباك للباك، علي زين يلعب الكرة، يحيى الدرع، اللي عايز يعدي يحيى الدرع، الوايت هورس يعدي كويس، يهوش ويحرز سند حارس فاردر دايره، التناغم ما بين التمرير هو ده الامر الخطير، يلعب الكوره يتصادى الاخطبوط قوي لمهاب، تتقطع الكوره تروح سرعه عاليه، رايح في انفراد تام، رايح في انفراد تام ويحرز الهدف، سلامه كويس قوي ويحرز الهدف، يعدي كويس هنا بكار يا ولد يا ولد، يقطع له من على الجناح بيتر، يشوت الكوره ولكن يمنع الخطوره كويس قوي الاخطبوط، الكرة كويس قوي ليحيى الدرع اللي عايز يعدي لكن يدي تحت دايرة، هو احنا قطعنا الكرة كويس قوي، يروح سند من اليمين، يحرز سند، هدف هدف سمن اليمين، يعدي كويس قوي، كرة كويس قوي، تاني هدافي يلعب الكرة ليحيى الدرع لمهاب اللي قطع الكرة كويس قوي، سند يروح تميز كامل ويحرز كويس قوي، سند هايلة هايلة هايلة، عملها كويس قوي. في مرة ثانية عايز يلعب الكرة على الدايرة والاخطبوط يا ولد،
مرة تانية على الدائرة بعرضه الأخطبوط، خلي الشوط شوط عندنا الأخطبوط وتروح لسنة في اليمين جناح الموت. هنا له عنوان الآن في وهران، التمايز العالي وخط خلفي، عايز يلعب الكرة في الجناح، يلعب الكرة سلامة كويس قدام حضراتكم الكسندر بيتوفيسكي. مرة تانية الدرع يلعب الكرة لمهاب، يا سلام على التمريرة من هوب، ادي الدرع مرة حلوة قوي كده، وان باس على طول هايلة، عايز يعدي يلعب الكرة في دايرة، هذا اللاعب يلعب الكرة الوايت هوس، يا والله التوفيق في رحلته في فيس بريم، تروح الكرة في الجناح كان حاجة تانية، يلعب الكرة لعلي زين، ثنائية في جملة تكتيكية في التمريرة دي، تروح في الجناح عايز يعدي والاخطبوط جوف، تروح هنا بقى بص شوف الاخطبوط والجمهور في وهران يتفاعل الان، حارس فازيل جوجوف ويتصدى هارد الاكسنر، مرة تانية عايز يعدي يلعب الكرة يطلع كده من اعلى نقطة هالو يحرز الهدف، قطع بكار، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، خلص الكلام، شوف التمرير، ادي التمرير، بص هنا جملة تكتيكية كاملة ما بين الخطوط الأمامية والخلفية، بدأت منين؟ من قطع بكار من الشمال، هو اللي استلم الكورة، هو اللي مرر الكورة للجناح اليمين، عايز يعدي، عايز يلعب الكورة على الدايرة لكن استلم الكورة، استلم الكورة كويس قوي من على، يلعب الكورة مرة تانية لهوبا، كورة مطلوب، هدف جديد، مواليد 2003 أحد اللاعبين اللي بيلعبوا، نزل خيري على مستوى صانع الألعاب، يلعب الكرة لهوبا، يمرر الكرة حلوة قوي 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 قوي، بص هنا التمريرة لما بتبقى جميلة، يا سلام، خد كل، يعدي كويس قوي، هنا عدى كويس، بافال، إتنيفسكي، إيجور، يلعب الكرة لبافال اللي يعدي كويس قوي ويحرز الهدف، عايز يعدي خيري يلعب الكرة حلوة قوي العادل على الدايرة على منتخب مصر، مرة تانية حسن وليد عايز يعدي، يا سلام يا لول يا سلام، اخترق الكل هايلة، حسن وليد في بطولة العالم للناشئين اللي حصلنا فيها على الميدالية الذهبية، مرة تانية يلعب الكرة حلوة قوي مهاب، حلوة قوي قوي، عايز يعدي إيجور يلعب الكرة في الجناح، يروح هو والأخطبوط، ولكن الأخطبوط في المقابل تصدى الأخطبوط أهو للكورة، عايز يعدي يشوط الكورة أتاح حسن وليد، تقاطع في الخط الخلفي، يعدي يرجع بالكورة ويحرز الهدف، توماس لاب سند ويتصدى، يقف قدامه نزل طارق دلوقتي يشوط الكورة، يا ولد يا أخطبوط كويس قوي، مرة تانية خيري يلعب الكورة تروح لسند في الجناح يحرز الهدف، عملها كويس قوي بهدوء، هنا لعب الكوره كويس سند، عنده طبعا اكتر من اداء في التصويب، وهو ده الحاجه الاساسيه والميزه الرائعه، بقت مع الدفاع هيشوط هو ويت، مره ثانيه عايز يعدي يلعب الكوره حلوه قوي ترجع في الباك اليمين ويحرز الهدف، توماس لاب مرة تانية عايز يعدي يلعب الكرة كويس قوي الخيري، العدي كويس قوي خيري، يجري في الجناح يقدر يحرز الهدف بنجاح، عبد الرحمن الرمية الجزائية ويات مصريين الوصول للمباراة النهائية.